اتلتيكو مدريد ليفنتي، وين شاهدنا كيفاش كانت الدور الاسباني الدرجه الاولى الجوله 24، وين شاهدنا كانت المباراه اللي كانت شيقه. شاهدنا هدف الاول من جانب ليفنتي في الدقيقه 30 عن طريق خوسي لويس، يعني وين في الشوط الاول، وين انتهى الشوط الاول لصالح ليفنتي، رغم ان اتلتيكو مدريد وين نقولوا باللي رمى بكل ثقله في الشوط الاول والشوط الثاني، لكن ليفنتي وين بخطه تاعو 3-4-2-1، يعني وين كان لعب محلول، نقولوا باللي كان لعب محلول في الشوط الثاني، وين لعب نقولوا باللي ليفنتي وين لعب خطه 4-1-4-1. شاهدنا كيفاش اتلتيكو ديغو سيموني اللي دخل بخطه نقولوا خطه 3-3-3، يعني وين الشوط الثاني لعب خطه 4-4-2. يعني كانت المباراه اللي نقولوا باللي ليفنتي وين عرف كيفاش يسجل الهدف ويحافظ على المكسب، وين شاهدنا يان في الحراسه تاع اتلتيكو مدريد، فيليبي، خوسي ماريا، خيمينيز، ماريو، رينان، شاهدنا جيفار، كوكي، ماركوس، انخيل كوريا اللي خرج في الدقيقه 61 دخل مكانه شونجاز، شاهدنا كيفاش جاو، شاهدنا كيفاش لويس سواريز رغم محاولات، لكن شاهدنا كيفاش ديبيلي اللي دخل في الدقيقه 74، شاهدنا ليفنتي دانييل الحارس اللي لعب دور كبير في هذه المباراه، يعني وين انقذ المرمى تاعو من عده اهداف، شاهدنا روبن في الدفاع، سيرجيو، شاهدنا اوسكار، أنطونيو اللي خرج 71 دخول دخل مكانه كارلوس اللي نقولوا بلي الدفاع اليوم تاع ليفنتي اللي لعب مباراة بطولية، أنطونيو، شاهدنا كيفاش مورينو، ريبارتو، شاهدنا إنيس، روبن، خوسي لويس، يعني وين سيرجيو ليون، خوسي لويس اللي سجل الهدف في الدقيقة 30، وين شاهدنا كيفاش أتلتيكو مدريد اليوم ينهزم في ملعبه بمفاجأة من ليفنتي، يعني في الجولة 24 أتلتيكو مدريد 0 ليفنتي هدف في الدوري الإسباني الدرجة الأولى.